السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا من ال thank you very much. شكرا من القلب. صراحة يعني وجدت في هذا المستشفى الاستقبال الممتاز والجيد من بداية مع الدكتور أنيش. حضوري كان والله في الوهلة الأولى تخوفا، واجتمعت مع الدكتور وجزاه الله خير، أعطاني وأثناء واطمأن يعني على حالتي وطلب مني الحضور للعلاج. والحمد لله يعني كنت متخوف في البداية، ولما حضرت وبدأت في العلاج فترة العلاج ولله الحمد والمنة من ثالث أو رابع يوم وجدت فيه تحسن في الحالة، بدأ القلق عندي يزول، بدأ الخوف الحمد لله بديت ارتاح. اليوم الحمد لله كملت اليوم الثامن أو التاسع، لله الحمد الحالة والاستقرار عندي في مشكلتي الحمد لله شبه تقريبا حوالي زالت ما بقل قليل جدا، ولكن ظروفي ما سمحت أني أكمل. أتى رمضان وكون الله كنت رغبة أني أستمر هنا وأجلس وأكمل فترة العلاج لأجل أن أتشافى تماما. أشكر الجميع، thank you very much from my heart، شكرا خاص للدكتور أنيش، وشكرا على هذا الاستقبال، وأشكركم على حسن التعامل معي. والله فرحتي ما أقدر أوصفها، وأشكركم على هذه الترتة، thank you very much. والله نكون عند حسن الظن إن شاء الله، وإن شاء الله أننا نجيكم، بس ما نجيكم حنا تعبانين إن شاء الله، نجيكم حنا إن شاء الله في الصحة نزوركم مرة أخرى. واللي يبغى يزورنا في السعودية الله يحييكم على الرحب والسعة، الأخت ندى والأخ سفيان والأخ الرياس كلهم ممكن عملوا في السعودية وعاشوا في السعودية وشافوا السعودية، فحنا والله نرحب فيكم، وأي أحد محتاج مساعدة وحضور للسعودية والله يحييه إن شاء الله.